السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي وأحبتي في الله. يسأل سائل يعني لماذا هم مثلا 3 أقفال مش 5 أقفال أو قفلين، لماذا قلت 4 أقفال عن سورة البقرة؟ طبعا إن شاء الله بدي أجيب عنه. وما هم الأقفال؟ طبعا هي مراحل، بس لماذا أقفال؟ ليش أنا سميتهم أقفال؟ سنتكلم عن هذا الأمر إن شاء الله، لكن هذا الدرس بده يتشعب شوي، بدي أتشعب قليلا. يعني الإخوة الكرام، يعني لا يخفى عليكم بفضل الله ومن الله وكرم الله علينا أن يعني اتسع نطاق هذه القناة، فوصلنا إلى أماكن بعيدة وكثرة المتابعين وكثرة أسئلتهم. ولا تنسوا أن هناك كل يوم هناك من يدخل جديد على القناة، فعنده أسئلة وتساؤلات وهو يعني يسأل، وكأنه في اليوم الأول كما بدأنا يعني نعود. و على أن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. فأنا علي أن أبين، أنا حقيقة يعني لا يخفى عليكم هناك المشرفين والمشرفات يعني يأتوا بأسئلة من المتابعين ويطرحوها عندي، فأنا لا أستطيع أن أطلع. والتعليقات الفيسبوك على في كل مكان هناك أسئلة، أنا بحاول أن أبين كل مرة في درس أخرج به، فأجمع. عشان هيك في بعض الأحيان بيبقى الدرس مشتت، بحاول أصيب كل سؤال للإخوة، لأني بقول للإخوة سأخرج بجواب خلال درس. فهذا السبب مرات بيصير تشتت في الموضوع، إني أجيب على كل واحد من كل قطر أغنية كيف بقولوها، هكذا مثل يعني. فمن كل مكان يعني نجيب للإخوة. في كمان مواضيع أخرى إن شاء الله، هناك يعني اقتراحات إنه الرجال يفتحوا جروبات واتساب كل واحد في بلده. طبعا إحنا عندنا جروبات للواتساب للنساء في السودان، طبعا هذول الجروبات مفتوحة والمشرفين طبعا في هناك أختنا أم رفيدة مشرفة على هذه الجروبات، هي المشرفة الرئيسية يعني، وهناك في مساعدات مشرفات لكل بلد، لكن المشرفات أصحاب قصص عاشوا الاستغفار وعاشوا سورة البقرة فوجدوا ما وجدوا، فهم يعني يستطيعوا أن يتكلموا عن الموضوع، مش فقط نفتح جروب وهكذا نرمي. نعم، فهم من أصحاب القصص، ونحن عرضنا هذا الشيء على الرجال، واليوم تأتي رسالة من الرجال يعني لما سنقرأها على مسامعكم إن شاء الله، عشان يكون الكلام هكذا. قلنا شوي، بسم الله، اللهم صلي على محمد. تحية لك أخونا وحبيبنا محمد حجازي. لدي اقتراح للمجموعات ولكم واسع النظر بدراسة الأمر، وهي صياغة المجموعات إلى عدة فرق أو دول على رأس كل دولة مشرفين. مثلا مجموعة بلغ عني ولو آل استغفار وسورة البقرة فلسطين، بلغ عني ولو آل يمن، بلغ عني ولو آل مصر، أهل العراق وهكذا يعني. طبعا وكذلك بيكون مثلا والمشرفين في نفس الدولة المشرفات تتواصلوا معك شخصيا أنت محمد حجازي مباشرة، ثم بعدها كل دولة تجعل مجموعة للنساء على رأس منها مشرفة أو مشرفتين وهكذا، والله أعلم. هذا الشيء احنا عملناه، يعني اليوم احنا عندنا بالنساء، عندنا مجموعة النساء للسودان، أمريكا، ليبيا، لبنان وسوريا، الصومال، السعودية، قطر، مصر، الأردن، الجزائر، فلسطين. نعم، هذولا جروبات واتساب. الآن في تليجرام للأطفال، في للنساء تليجرام، قناة للتليجرام، وفي جروب واتساب للرجال مسؤول عنه الآن في هذه المرحلة الأخ أحمد الغامدي أبو عبد الرحمن. في عنا كمان بفضل الله قنوات تعمل معنا إن شاء الله، قناة جديدة للغة الإنجليزية، هي جديدة عهد، يعني هي ترجمة حرفية، مش ترجمة جوجل سمعت انه فيها اغلاط، فبدأوا يترجموا ترجمة حرفية لما اقول، يعني الاخوات هم الذين يعني اللواتي يترجمنا هذه. هذا هو لحظة من امراض نفسية، من عدم التوفيق
سببها عندما تتوب إلى الله وتلزم الاستغفار وتحمله محمل الجد ستنقلب حياتك إلى رضا الله لك كل طيب. كل همي فرجة بهذا الاستغفار. استغفر الله 20,000. هاي القناة جديدة عهد، ليس من باب تحديد الأوراد، ولكن استغفر الله استغفر الله استغفر الله. هاي القناة إن شاء الله وضعت رابطها مع الروابط إن شاء الله التي فتحت القناة أختنا سند الهاشمي، وهناك قناة للأخت كوثر هي تأخذ قصص بلغ عني والآية من القناة. لأحد الأخوات هنا، شوف التعليق ماذا يقول، أختي هذه القصة مسروقة لمحمد حجازي. طب الحقيقة أنه هذه طبعا هذه الأخت كوثر هذه هي صاحبة القناة هنا، هنا هذه القناة تابعة لقناة أخوكم محمد حجازي، قصص حقيقية عن الاستغفار وسورة البقرة كوثر. طيب بس حبيت أني أبين هذا الأمر، أن هذه يعني تابعة لقناة أخوكم محمد حجازي، بننزل عليها قصص بأسلوب آخر، لا بأسلوب آخر. وهناك أخ يعمل بنفس المضمار الذي نعمل فيه نحن، الأخ محمد إبراهيم السوداني، الأخ السوداني من كندا، هو يعني يعيش الآية ويبلغ الآية، عاش معنا الآيات وبلغ الآيات، وإحنا نزلنا كمان روابط معنا. فإحنا قصدنا إن هذه الأمة تنهض إن شاء الله، ونسير معا مش ضد بعض، نعم مش نفوت ببعض، نتعامل مع بعض حتى لعل الله أن يرفع عن الأمة الغمة، ونعود إلى خير أمة أخرجت للناس نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. فحبيت أني أبين هذا الأمر، أعتذر أني أنا أتشعب، بس حبيت أبين بالنسبة للرجال وجروب الرجال، فالرجال نريد رجال لهم قصص مع الاستغفار وسورة البقرة، كل واحد من دولي ممكن أن نأخذ على عاتقنا يعني أن يفتحوا، يعني طبعا هو كان متواصل معي فهو عنده قصة بعثها لي، وأنا أعرف أنه هو صاحب هذه القصة، وقد نزلنا قصته مثلا والناس سمعت قصته، وهو لازال مستغفر ويقرأ سورة البقرة مثلا. هذا الأخ قد يكون مؤهل أنه يفتح جروب في بلده، بلغ عني ولو آية، ويستقطب إليها ناس، وبالآخر يعني هي هذه الجروبات ستأخذ ما أنزل أنا كلامي، يعني فقط كلامي، لا نأتي بكلام آخر، لأنه بلغ عني ولو آية هي نعيش الآية ونطبقها ونقطف ثمارها، لا نأتي بكلام من هنا ومن هنا، كله من باب التنظير. باب التنظير جعلنا في ذيل الأمم، علينا أن نعيش الآيات ونطبق القرآن تطبيق، نعيش الحديث لرسول الله ونطبقه على أنفسنا حتى يتجلى لنا واضح، عشان تعود الثقة بيننا وبين ديننا وبين يعني كيف ندعو الله فيستجيب. نعم، لماذا ندعو الله ولا يستجيب؟ هذا هو، عندما تبلغ آية تعيش الآية تقطف ثمار الآية سيستجيب الله. طيب لماذا هم ثلاثة، لماذا هم أربعة أقفال وليس ثلاثة أقفال كما سأل السائل؟ أول إشي الأقفال، عشان تفوت على موضوع الأقفال، طبعا هذا الموضوع ليس للجميع يا جماعة، ليس للجميع، هناك ربات بيوت عندهم أولاد صغار، أنا لا أكلف أي شخص أي شيء، بتحب تعرف شيء جديد في حياتك في دين الله، بتحب تعرف الله، بتحب تعرف ما عظمة هذا الدين، تعرف تحب تعيش آية عن جد بحقيقتها وترى إنها تغير قلبت حياتك، طبعا بلغوا عني ولو آية من باب مثلا الاستغفار أو سورة البقرة بالأخص، أن تعيش الآية، فهذا لا يشبه إنك تحفظ مثلا سورة البقرة، لا يشبهها إطلاقا، أو إنك حافظ لكتاب الله، هذا لا يشبه، لا يشبهه إطلاقا، هذا في عالم وذاك في عالم. حتى لو إنك تقرأ سورة البقرة، حتى لو إنك تقرأ سورة البقرة مرة واحدة كل يوم، لا يشبه ما أنا أتكلم عنه، لأنه هذا ما وجد الذين تكلم يعني عندما أخذوا سورة البقرة، عشان تعيش أقفال سورة البقرة وهي مراحل. ليش أقفال؟ لأنها صعبة، ما فيش إشي هوين، ما في هوين، في صعاب، في أمور صعبة بدك تتخطاها، عشان هيك وكأنه قفل تريد أن تكسره، ما في له مفتاح، بدك تكسره كسر إن شاء الله. دعك من المسمى، إذا كان مغلبك هذا المسمى، أنت أصحاب المسميات هيك بيصير يقولوا لم يثبت، انت بدك الزبدة ولا بدك تقاتل الناطور؟ الناطور الذي يحرس الكرم، فالناطور هو الحارس الذي يحرس الكرم، فاذا بدك انت الزبدة اقرأ سورة البقرة 4 مرات في اليوم،
من أين لك؟ لا تقرأ سورة البقرة واخرج من هذا الفيديو، لا تقرأ، أنت حر. لكن إذا بتحب تعرف كل شيء إن شاء الله سأضع الرابط في صندوق الوصف، سأضع أقفال سورة البقرة الأربعة. ماذا ستجد؟ لماذا هم أربع مراحل؟ فكل من يريد أن فقط يسأل كلام بدون من يفعل سيبقى في هذا التيه ولا يعرف شيء. يعني لا أريد أن أتشعب أكثر من هيك، عندما تبدأ تقرأ تبدأ تجد كل حرف أنطق به، وأنا أمام الله مسؤول، أنا مسؤول أمام الله إني كل حرف أنطق به ستجده، وإلا أخرج أقول أبو أحمد كذب. ستجد كل حرف نطق به والفضل كله لله. طيب، قراءة سورة البقرة أربع مرات في اليوم هي المدة، يعني محدودة لربما شهرين ثلاثة أربعة هكذا، مش 100 سنة يعني، والموضوع ما فيهوش تحديد أوراد. أنا ما دخلت يوما من باب تحديد الأوراد، فلا أحد يعني يجادلني في هذا الموضوع إطلاقا، لا أريد أن أسمع عنه هذا إطلاقا، لأني ما عرفت به إلا من هذول الذين يقولوا حددت ورد، ما عرفت ولا علمت فيه أنه في شيء اسمه باب تحديد أوراد حتى كثر ويقولوا. على كل حال، كل من يريد أن يعيش بلغ عني ولو آية هي الإكثار، فتكثر سورة البقرة، قرأتها أربع مرات أنا لربما، عشان أقول لك كم أنا قرأتها سورة البقرة، أنا حتى الآن لربما قرأت سورة البقرة أكثر من 2000 مرة، من 28/9/2019 إلى يومنا هذا. طيب، عندما قرأت سورة، لأنه أنا عندما أقرأ سورة البقرة أربع مرات تختلف عن مرة وتختلف عن مرتين وتختلف المدة الزمنية تبعت قراءة سورة البقرة أربع مرات، هي أنا قرأتها في الماضي هكذا كان لربما شهرين مرتين، عذرا، لربما شهرين أربع مرات، ولربما شهرين ثلاث مرات، والسنة ونص مرتين في اليوم. أنا إنسان مستقل، جلست في محلي، نعم، وبدأت أقرأ، وكل اليوم أقرأ، والحمد لله رب العالمين. يعني أنا وصلت أمر بهذه الأربع مرات، هذه المراحل كيف سميتها، طبعا أنت رايح تستشعر أمور، رايح أنت كنت تشكي هموم في الأمر في الأول. فأول ما ستلاحظ أنه البيت سينعكر معك قراءتك لسورة البقرة، عندما تكرر، فعندما تكرر سينعكر البيت، سير مشاكل، في مشاكل في البيت. عشان هيك أنا بقول أقفال، في مشاكل، مش إشي اللي سهل هيك يعني بتتخطى، حليت المسألة الأولى ثم الثانية، لا، في مشاكل، يعني في مشاكل جمة في البيت، وكأنك أنت أيقظت كل هذه الشياطين التي بداخل البيت كلها، أنت تريد أن تحرقها، كأن تخيل أنت جمعتها بمكان واحد تريد أن تشغل النار فيها، فهي بدأت تأتي من طريق الولد، طريق الزوجة، طريق الأم، طريق الأخ، بدأت تأتي تفتعل لك الأفعال. لا تخاف منها، يعني طبعا هي موجودة، لا تخاف منها، هي موجودة معك كل يوم يا مسكين، أنت بفكر حالك لحالك، كل يوم هي معك، توكل، بتشرب، وبتجامع، وبتساوي شو بدها فيك. أنت أجلكم الله، هي راكبة عليك وأنت ماشي، هي اللي بتقول لك شمال ولا يمين. فعليك أن نعم بجيب الكلام، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم، أمر بالفحشاء، يأمر فيطاع. قال ربنا ما أطغيته ولكنه كان في ظلم بيت، أطغاك، لا أتينهم عن أيمانهم وعن شمائلهم، ما علينا، هذا الموضوع سنتجاوزه. فسينعكر البيت في المرحلة الأولى، ثم يهدأ البيت، لكن يبدأ معك شيء آخر، ألا وهو الأحلام المزعجة، تقيؤات، إسهال، أمور هيك، تعرق، طفح جلدي، تنمل، شعور في وخز، أوجاع بالجسد، هكذا تبدأ. البيت انعكر ثم هدأ، مرحلة أولى، هذا قفل الأول. ثم تبدأ معك المشاكل، إنك ترى أحلام مزعجة، ولو ربما أصوات من هنا، لربما بعض قليل من الخناقات كمان مثلا لا زالت شوي مستمرة، وكل أي عارض جديد يحدث معك، فتور، كسل، أشياء هكذا على الآخر تصل إلى درجة الطلاق. نعم، هذه الأمور هي
يعني عندما تبدأ تتقيأ هاي الأسحار والتعرق يكثر عندك والأحلام المزعجة يعني وكأنها تصعد ثم تنتهي، يعني تكثر ثم تنتهي، وهذا التعرق يبدأ ينزل. التعرق قد يستمر، لأنه التعرق من الحسد قد يستمر مدة طويلة. التعرق نعم قد يستمر. فالأشياء التي بتضايق كثير لربما يصل إلى درجة أنك تتقيأ أو إسهال أو ريح أو تعرق شديد، فلربما يخرج تشعر أنه في أشياء تخرج من فمك، يعني وانت نايم هيك هكذا أصوات، نعم أصوات تبدأ تخرج من فمك أنت نايم تسمعها، أو بالأذنين تسمع أشياء. فعشان هيك هذه المرحلة الثانية اللي أنت بتكسر فيها قفل أنك أنت تخلصت منها، صرت تنام نوم هني، صرت تنام ما فيش أحلام مزعجة، فيش أصوات، الإسهال راح، أنت أخف، صرت خفيف، هاي انبطاحك تحت الشهوة. انتقلت الآن للقفل الثالث. القفل الثاني والثالث هم مرحلة يعني هيك، كيف بدي أعرف حالي خلصت من القفل الثاني؟ هي أني وصلت، طبعا أنا لازلت أقرأ 4 مرات سورة البقرة يوميا، من المصحف مرة واحدة، من المصحف مرة واحدة داخل البيت بصوت أسمعه كل يوم، مرة واحدة من المصحف داخل البيت بصوت أسمعه سورة البقرة، مرة واحدة داخل البيت بصوت أسمعه من المصحف داخل البيت، هاي مرة واحدة شرط. باقي المرات الثلاثة انت حر وين بدك تقرأهن، لكن من المصحف وقت العذر الشرعي أو إذا تعذر من الموبايل، انت حر في المسجد عند دار أهلك في البيت في السيارة، مرة واحدة داخل البيت والباقي انت حر، ممكن داخل البيت، ممكن على جلسة، ممكن على جلستين، كلما زدت الجلسات مثلا 3 جلسات مرة واحدة وجلسة بآخر الليل أفضل، مفهوم؟ انت سيد الموقف، لكن مرة واحدة داخل البيت، وإذا تعذر عليك أن تكملها في نفس اللحظة، يعني قرأت نصفها وش صار في عندك أشياء، ممكن أنك تكملها في نفس اليوم، مهم نكملها بنفس اليوم. فالمرحلة الثانية والثالثة، القفل الثاني والثالث هو مرحلة يعني بينهم شعرة. كيف أعرف؟ بدأت هذا الإسهال والتعرق والتنمل وهذه الأمور تنتهي منك، والطفح الجلدي كل هذا، بدأ تشعر بكره المعصية وحب الطاعة. هو هذا القفل الثالث، كره المعصية وحب الطاعة، كره الشغف هذا وحب الطاعة. أمور هيك خزعبلات كانت براسك، مفكر حالك إنك أنت بدك تعمل مثلا أفضل هيك، هاي الأنا الكبير اللي عندك بدأ تلاشت. كنت أشياء هيك مقدسها مثلا كرة قدم منبطح كل الليل وكل النهار ده انتلاشت. بتفكر أشياء كثيرة هيك أنت مقدسها في تلاشت، أنت مقدسها من باب يعني غلط طبعا، كلها تقديسها لا يرضاه الله، ولكنك أنت مقدسها، مفكرها مبادئ يعني ستلاقي الله فيها، ستتلاشى كل هاي المبادئ اللي عندك، اللي كلها مبنية على باطل، ستتلاشى في هذا القفل الثالث، وهو المرحلة هاي الثانية. انت ستصل يعني اذا وصلت ب4 مرات ستصل الى القفل الثاني وتكسر القفل الثاني. لا يكسر القفل الثاني اي شيء غير ال4 مرات. فالثالث والثالثة القفل الثالث، يعني اذا نزلت ل3 مرات بعد ان تكسر هذه وانتقلت، انت عن جد صرت تكره المسلسلات والاباحيات والغيبي والنمي، بدأت خلاص حتى الغناء اذا سمعته يشمئز قلبك منه، حتى الغيبة والنميمة والناس التي تتكلم خلاص أنت بدأت تقرف من كل هذا الكلام، وبدأت تذهب إلى حب أكثر لربما تجلس مع كتاب الله، مع الصلاة، قربك من الله، ذكرك، استغفارك، هكذا أنا خلاص أنا فتت على عالم آخر، فتت على عالم القرب. هذا بالقفل الثالث علامة أنه القفل الثاني نجح، انتهيت منه، انتقلت إلى الطاعات وحب الطاعات والقرب من الله. طيب أنا بعدني اليوم هنا ما فيش عندي حكمة بالقفل الثالث، أنا بعدني مش ما فيش عندي حكمة، ما فيش عندي فهم واسع، بعدني أنا إنسان يعني بدأت أشياء تتطاير من حياتي. صحيح كأنها تعرف عندما تأخذ يعني قرص دواء مثلا، عندك انتضاغ الدم مثلا شفاكم الله وعافاكم، والسكري مثلا ووجع رأس، فأنت أخذت 3 أقراص من هذه الدواء،
وبلعتهم مرة واحدة وبدأ يتلاشى ضغط الدم وبدأ يتلاشى السكري وبدأ يتلاشى وجع الرأس منك. انتهاي المرحلة هي في القفل الثالث. بديت تشلح هاي السقطات، بديت تطير منك، بطلت تفكر فيها، غير يعني صار حبك وين انت رايح، بدي اقرأ معك، بدي اجلس مع كتاب الله، بدي اقرأ قرآن. صرت احب اقرأ قرآن. بالاول كنت يعني لربما اي ايتين يخنقوك، اليوم صرت بدك تضلك جالس مع كتاب الله، جالس مع خلص ذكر مستغفر، جالس خلص هيك خلص صار عندك اشي هيك، صار في هذا الشيطان تقريبا تنحى عن حياتك ووسوسته لك. يعني بالقفل الثاني قد يتنحى الشيطان عن الوسوسة لك إطلاقا وإلى الأبد إن شاء الله. نعم، لأنه سيغلب عليك طابع من كان همه الآخرة. أنت كنت في القفل قبل القفل الثاني، بمرحلة الأول إلى الثاني كان همك من كان همه الدنيا، أنت كنت هنا همك الدنيا، مصاري، ليش فلان عنده سيارات وانا ما عنديش، ليش فلان معه مصاري وانا ما عنديش، ليش فلان عنده هكذا، ليش الناس بتجيش تشتري من عندي وانا فاتح محل ملابس مثلا والناس تشتري من عند غيري، ليش اصحابي بيشتروش من عندي، ليش هيك، كل ليش 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 ليش, ليش لماذا رزقي هالقد قليل، ليش ليش. بعدك انت بهذا الامر، بعدك مش فاهم، بعدك مش خارج من دائرة التفكير بانك انت رزقك قد كتبه الله في بطن امك، انت بعدك مش واصل انك تفهم مفهوم الرزق فلا تحسد الناس، بعدك مش واصل. هذا بده يصل في مرحلة متقدمة مع القفل الرابع. حدث بالقفل الرابع تؤتى العلم بفضل الله، بفهم ليش انا هيك، انا مبسوط يا جماعة. انت بتنتقل الى عالم ما فيهش فلوس، الفلوس موجودة بس انت مش عقلك في الفلوس، انت مش بعقلك بالتنحر على رئاسة بلدية، مش بعقلك هذا الامر، مش بتفكيرك هذا ولا خاطر على بالك، مش بتفكيرك اني انا اكون افضل منك، لا، من نعمة سوية عسى الله ان يتوب على هذه الامة وتنهض، مش بتفكيري اني اكون احسن منك، لكن اذا كانك حقيقة انت افضل مني ساخذ منك، افضل مني بما وجدت، والحكمة ضالة المؤمن، مش ضلني انا اقاتل في الناس، من أين لك هذا، ثبت وثبت ولم يثبت، والله الذي لا إله إلا هو انكسرت القفل الثاني لم تعود تتكلم في هذا الموضوع أبدا، ثبت ولم يثبت، والله لم تعود تتكلم في هذا الموضوع أبدا، ثبت ولم يثبت. هذا فالأمر كله 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 من أوله لآخره يعود لله، من يفهم ومن لا يفهم، من يحب أن يأخذ سورة البقرة 4 مرات ولا لا يأخذ، من يطعن ولا لا يطعن، كل الأمر يعود إلى الله. نعم، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، نحن لا نسمع أحد، الله الذي يسمع. إحنا فتحنا هالقناة وكذلك تكلمنا كلام من باب بلغ عني ولو آية، من باب من كتم علم ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. فأنا وجدت ما وجدت من سورة البقرة، عندما قرأت سورة البقرة 1,000,000 سؤال سألته لمشايخنا جزاهم الله خير، أنا ما بعيب عليهم هذا الأرض، ولكن الله أذن لي أن أعيش الآية، مش فقط أقرأ وأقرأ قول فلان وفلان 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 وأجرب كلامهم، جربته وعشت، حاولت أن أتبع السيئة أحسن، من باب صدقات، من باب قيام ليل، من باب صيام 2 وخميس، من باب صلي لك كما ركعتين، حاولت أني أغير واقعي، ما تغير واقعي، غيرت تجارات، غيرت، اتهمت التجارة، اتهمت الأمور كلها، ولا يوم اتهمت نفسي وذنوبي، فما أشار لي إن هذا الذنب بدك تتبع السيئة بحسنة. عرفت أن سيد الاستغفار لم ينفعني بشيء، سيد الاستغفار لم ينفعني بشيء، سيد الاستغفار سينفعك بشيء بعد أنك أنت تتوب وتتأدب إلى الله ويتغير حالك مع الله. نعم، هناك عندما تقع في ذنب سينفعك سيد الاستغفار، سينفعك كل حديث قرأته، كل حديث قرأته، مش يعني أنا كلام، مش أنه ينفعني وأنا مش حاسس، مش شاعر، لا، تشعر، هاي مش شاعر، هاي كله كلام. الصحابة وجدوا، لمسوا، انت تقدر تقول لي للآخر للآخر، لا يا أخي، في الدنيا انت مأمور انك تملك هذه الدنيا وتأمر الناس بالمعروف تنهى عن المنكر، بماذا توعدهم في الجنة؟ كله بيعد بالجنة، ولكن الدنيا التمكين. على كل حال، فالقفل
الثالث وهي المرحلة الثالثة، احنا لازلنا احنا ماشيين بأربع مرات، قلنا القفل الثاني لن يكسره أقل من أربع مرات سورة البقرة. بدك تظلك مستمر حتى تكسره. نتفاوت احنا ببعضاتنا البعض، احنا نتفاوت يعني احنا كنا نزلنا قصة حافظة لكتاب الله ما شاء الله عليها، قراءات العشر، تعلمي أهل على قدر من العلم، متعلمي في كلية الشريعة، تدرس دين وكل هذه الأمور، لكنها أربعة أشهر وهي تقرأ في سورة البقرة تكرار، وهي حافظة لكتاب الله بالقراءات العشر، يعني حافظة بالسابعة وعمال تتعلم الثامنة والتاسعة والعشر. يعني فما أظن أنك أنت تفكر حالك يعني أنت شاطر أو أنا شاطر، أنا لا شاطر ولا شيء، أنا ولا لا شيخ ولا شيء أنا، وأذن الله لي أن أعيش وأبلغ، وما إن بلغت وإذا الله جل في علاه أذن إنه هذا الصوت تسمع الناس وتبدأ. ووجدت الناس ضلتها وأنا وجدت ضلتي في التوبة والرجوع إلى الله والاستغفار، ولزم الاستغفار بالليل والنهار. نعم وجدت إن سورة البقرة لا يمكن إني أدبر أمري أو أفهم مفهوم أي مفهوم من أحاديث رسول الله بدونها، سأبقى في حيرة من أمري. كتب الله رزقي، لماذا أنا لا أفتح 50 محل؟ لماذا فلان عنده مليون سيارة وأنا عندي الشيء؟ لماذا كل هذا؟ هاي الأسئلة لن لكن والله عندما تصل إلى القفل الرابع ويبدأ الله، ما هو بالقفل الرابع تبدأ التقوى، مش شطارة. أنت لا تفعل. قرص الدواء نزل الضغط، قرص الدواء أزال وجع الرأس، قرص الدواء نظم السكري، سورة البقرة تنظم كل فهمك، كل فهمك المفهوم عن دين الله وعن أوامر الله، وكيف أن هذه الأحاديث كيف أطبقها، كيف أعيشها يا أخي، كيف 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 كل هذه الأسئلة. أنا غرقان في الإباحيات، كيف أخلص منها؟ هاي مش خاطر أخلص منها، أنا أبكي. نعم هنا في تعليق، أبكي دم على ماذا؟ على هذه الأفلام. بعد ما ينتهي الموضوع أبكي دم. نعم كيف بدي أخلص من هذه الأمور؟ إنها سورة البقرة أخي الكريم بالقفل الثاني ستحلقه حلقا. صحيح أنت لا تستطيع أن تترك هذه الأمور، لكن بإذن الله تعالى بدك تشمر، والكل الأمر لله، كل الأمر لله إذا أذن الله لك أن تعيش آية. ليش؟ أول شيء هيبلغوا عني ولو آية. ما بينفع إن كلياتنا إحنا نخرج، طبعا إحنا بينفع ولكن نتفاوت، إحنا كمان نحن نتفاوت. فهناك ربة البيت تقول لك أنا لا أستطيع أقرأ سورة البقرة. أنا ما كلفتك يا أختي أن تقرأ سورة البقرة، أنت يعني ما هو الهدف. أنا كان هدفي من البداية والله الذي لا إله إلا هو أن هذه الأمة تنهض. نعم بعد ما نضحت أنا وعرفت حالي شو الوضع، أردت بهذه الأمة أن تنهض، بكفي ذل أن نبقى في ذيل الأمم، الله يعذبنا بذنوبنا، فهمت؟ فعلينا أن نلزم بالاستغفار الليل والنهار. فأنت تحت العذاب في أي موضوع مذهقك أو مضايقة أو مش مهتدي، ذنوب، توب من الذنوب، الزم الاستغفار، سيرفع الله عنك كل شيء. لكنك تستعجل أو إنك مصر يا مسكين، مصر بالليل والنهار، بتكاش تتنازل. فإذا لا تتوب، والأمر إنك تعظم الله. ليش الاستغفار؟ لأنه فيه تعظيم لله، في تعظيم لله يا أخي. بتخافي أنت من الله لما تستغفر؟ معناه أنا خايف من ذنبي، أنا خايف الله يعاقبني، والله معاقبني في قلة رزقي. فإذا أنا مستمر، معناه الرزق قلة الرزق مستمرة، والأمراض مستمرة، والذل هذا مستمر، والهوان هذا مستمر، وتصلية الأولاد مستمر، تصلية الدفعات مستمر. إذا أنا لازلت مستمر في ذنوبي الله لا يستجيب. وإذا أنا ما في عندي بإيش أأمر الناس بالمعروف أنهى عن المنكر، لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر، وليش كان الله يسلط عليكم عذابا لا يرفعه، تدعونه ولا يستجيب. وإذا كنت أنت مشرك بالليل والنهار تظن إن كل الذي عندك هو من شطارتك، كيف بدك تصل؟ عشان هيك سورة البقرة في القفل الرابع يبدأ العلم، تبدأ بتقول ليش هاي الأمة في ذلك اليوم. لما أنت بتفكر إنه العالم هو الذي مسلط عليه، الله اللي سلطه علينا. نعم من الذي سلط السرطان علينا؟ سرطان أو سكري، إن شاء الله مرات يشتد الألم ولا يستطيع أي واحد أن يرفع عنك شيء، ولا واحد.
الطبيب أعطى الدواء وكله ينظر إليك وبشفقة. طيب من رب كل هذا؟ الله. طيب أنت إلجأ إلى الله من الأصل. الذين عرفوا الله في رخاء في الرخاء عرفهم في الضراء. أنت في ضر تكون تلعب تكون تتفنن في معصية الله، تبقى توب. أسأل الله أن يأذن لك أن تتوب، يعني طبعا أسأل الله أن نتوب كلنا. القفل الرابع هو مرحلة تباعا، مش بتفيق الصبح وثاني يوم تشعر انك انت صرت عالم. العلم الذي يؤتيك الله لا يشبه هذا العلم الذي تقرأه، لا يشبهه، لا والله لا يشبهه. يعني اذا انت وضعت، انت ستضع باذن الله تعالى في القفل الرابع يدك على كل جرح اي شخص. واحد بيشكي لك من تعطيه الدواء الملائم، ان طبق كلامك والله سيخلص مما هو فيه، ان طبق، ان سمع الكلام وطبق ومعك جواب شافي من مد زمني من كيفي من نوعي، يعني مدة مثلا الاستغفار، كم الاستغفار، بأي صيغة استغفار، ماذا أتبع مع الاستغفار مثلا من باب المقايضة التي لا يحب تسميتها، التوسل إلى الله بعمل صالح، كل هذه الأمور يفتح الله عليك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. واتقوا الله، من اللي بيعلمك؟ واتقوا الله، كمل الآية يا أخي، ويعلمكم الله. أتعيب علينا إذا إحنا الله أذن لنا أن يتوب علينا أن يعلمنا الله، أن يفتح الله علينا أبواب؟ والفضل كله لله. والله لئن تجرأت وقلت أنا بهمسة والله سيذهب الله عنك كل شيء. قال يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ همسة لو إنها خاطري والعياذ بالله. يعلمها الله، يذهب عنك كل شيء، يعريك من كل شيء. فهذا فضل الله علينا بسورة البقرة. سورة البقرة هي الحافظ للدين، هي الرابط على القلب، هي عقلك المدبر، هي الفهم، هي الحكمة، هي كنز. الله أكبر، سنام القرآن عشان يطرد الشيطان فقط؟ علم من عند الله، علم لدني من عند الله، علم لا يعلمه. يعني كلما زدت كلما زاد العلم، كل يوم في كلام جديد، مش من شطارتي ولا من شطارتي، كل يوم في كلام عند الله. الله يفتح، والحمد لله رب العالمين. فالأمر يا إما أنت تبقى في كلام ثبت ولم يثبت، وأنت مسكين ستكون في تيه، وتبقى تتكلم كلام 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 لا يغير في هذه الأمة ولا ساكن، لا يغير. الحمد لله رب العالمين، إنا من الحفظة لكتاب الله، ما عنا، إنا من المتصدقين، إنا من المنفقين، إنا من المصلين، إنا من الذاكرين بتركوش المساء، لكن الأمة في ذيل الأمم، ما وصلوا لحقيقة شو المشكله. بلغوا عني ولو آية فيها ستعرف الله. لا يمكن انك تتقدم بدون ما تعرف الله، لا يمكن انك تصل ولا لاي شيء، لانك ستنسب فضل هذا العمل لغير الله، لفلان وفلان وفلان ولنفسك، وتظن انك شاطر وصرت تفهم كثير اكثر من الناس، وانت كل شيء، وستقول انا وانا، وتظن بنفسك شيء وتزكي نفسك. والله هذا هو الطامة الكبرى، اننا نظن في الناس اكثر مما هم، يعني لا تظن بالناس ابدا. طبعا نشكرهم إن شاء الله على خير وهكذا، لكن إذا لم نعرف الله جل في علاه فلن يؤتينا الله ولا شيء. إذا أنت شفاك، يعني خط قرص دواء وشفاك الله، بتقول شفاني الطبيب أو قرص الدواء. إذا تسلط عليك عدو فأنت بتقول تسلط علي عدو، لا، قول الله سلط علي العدو. ليش؟ شو عملت أنا تني الله سلط علي هذا العدو؟ شو عمل أعمل؟ نعبد الله على الهوانة، نشرك بالليل والنهار، لا نحب بعضنا البعض، نأمر بالفحشاء وننهى عن الـ عن الـ عن الـ وننهى عن الأمر بالمعروف. نعم، من يأمر بالمعروف اليوم هو عيب عليه وعار عليه أن يأمر بالمعروف. شوف الله، أنت عامل هاي متدين. نعم، يعيب عليك اليوم أنك أنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. إيه هكذا بيقول كاش. إيه تقول له استغفر بيقول لك ليش أنا كافر؟ هذا هو.
إخواتي الكرام، سورة البقرة بدك تشرح فيها تأخذها، فهي ليس لكل الناس. من عنده الوقت الكافي وأذن الله له أن تدعو الله أن يأذن لك أن تأخذ سورة البقرة 4 مرات فهذا جميل. الآن أنت بتقيس أولوياتك، أنا حافظ لكتاب الله، فثبت حفظك. ما هو من عمل صالحا من ذكر وأنثى ومؤمن فلنحيينه حياة طيبة، لربما يوما ما يأذن الله لك وأن تأخذ حفظك مع سورة البقرة 4 مرات بترتب أمورك وبصير خير إن شاء الله. فدائما نبدأ بمرحلة الاستغفار أفضل، وهي القنوات التي ذكرتها هي تابعة لنا، وإن شاء الله في المستقبل نفتح جروبات جديدة، وهي مراحل أخي الكريم 4 مراحل ستجدها بالمرحلة الرابعة، علم تفهم كل اللي غاب عنك، مش عارف تفهمه بتفهمه، بفهمك الله، بفهمك. واتقوا الله يعلمكم الله، لأنك تصل لمرحلة التقوى فواتقوا الله يعلمكم الله. يبدأ العلم من عند الله مش من شطارتك. تبدأ تفهم مفهوم الرزق، التوكل على الله، كيف تأمر بالمعروف، كيف تراقب نفسك لا تشرك بالله شيئا، كيف تكون خير أمة أخرجت الناس، كيف تنصح الناس، كيف 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 كيف. واتقوا الله يعلمك الله، والله يجعل لك القبول فوق كل هذا، الله يجعل لك يفتح عليك. ونحن مش شاطرين، ونرد الفضل كله لله، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير. 35 دقيقة على الفيسبوك لا أكثر ينتهي التسجيل الصوت، لكن على اليوتيوب يستمر. فهذا هو، لا تذهب وراء المسميات، سميتها والحمد لله رب العالمين، ما عبها علينا الله جل في علا فتحها ووجدت الناس كل شيء. والذين قرأوا سورة البقرة من 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 20 سنة عندما بدأوا يقرأوا سورة البقرة 4 مرات تغير الحال معهم، حفظت كتاب الله عندما قرأوا سورة البقرة 4 مرات تغير الحال معهم. أول ما تبدأ تشلح سقطاتك بسورة البقرة 4 مرات، يهدأ البيت، تهدأ أنت، تخلص من هذه الأسحار والوسوسة، وتنتهي هذا الأمر كلياته معك، ثم تنتقل إلى مرحلة كلها طمأنينة قرب من الله، مراقبة الله. الله بيسرك من أمر لأمر. أنت مش شاطر، ولا أنا شاطر، ولا حدا شاطر، فالله يعني تحاجج سورة البقرة عن صاحبها يوم القيامة بماذا؟ يا رب سقته من باب خير إلى باب خير آخر، مش من باب خير لباب شر، لا يتقلب، خلاص انتهى هذا الموضوع. في القفل الرابع انت يعني الثالث بدأت حب الآخرة وكره المعصية، حب الطاعة وكره المعصية، هذا يقودك لربما بعد 400 أو 500 أو 600 700 مرة، طبعا التدريج هكذا. العلم من عند الله والمعرفة بأمور الله تبدأ هكذا ارتفاعا صعودا، مش يوم وليلي أنا أصبحت، لا، لربما أنا الذي أعرفه اليوم نقطة في بحر ما إذا فتح الله عليه كمان 10 سنين إذا كان في بالعمر متسع، لربما الذي أعرفه اليوم هو نقطة في بحر، لكنك أنت بدأت تعرف أشياء ما كان ينبغي لك أن تعرفها. والله لو قرأت 1,000,000 كتاب حتى لو قرأت تراهم ينظرون إليك ولا يبصرون، أو لا نقر المعروف ولا ننكر المنكر، نراه ولكن مش فاهمين، لأن القلوب سوداء مربادة. فالله يجلي هذه القلوب ونبدأ نفهم بإذن الله تعالى مما يعلمنا الله جل في علا. فالحكمة تأتيك، والعلم يأتيك، والمعرفة تأتيك، واستجابة الدعاء تأتيك، وتكون ولي من أولياء الله الذين إذا سألت الله أعطاهم، وإذا استعادوه أعادهم، وإذا نصحت جعل الله لك القبول. فأنت إنسان ذاكر بالليل والنهار، تأمر بمعروف وتنهى عن منكر، من خير أمة أخرجت للناس، نموذج يريده الله، مرآة لدين الله، يعني هذا النموذج الذي يريده الله، إنسان إذا حدث صدق، وإذا وعد أوفى. نعم، مش من بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس أذكر كمان مرة، مثلا أقفال سورة البقرة بدك تقرأ سورة البقرة 4 مرات في اليوم كما بينت، سأضع روابط سورة البقرة وأقفالها في صندوق الوصف التعليق الأول. وأربع مرات لربما تحتاج 2-3 شهر حسب حتى تصل القفل الثاني، تكسير هذه السقطات تشلحها، ثم تنزل تدريجيا 3 مرات في اليوم لربما 1-2 شهر هكذا، وثم بعدين يعني 2 مرات قدر المستطاع أفضل، أساس تصل إلى عدد أكبر حتى تصل إلى القفل الرابع، لأنه بده عدة مرات تكرار، يعني ربما أكثر من 500 مرة 600 مرة 700 مرة كل يوم يزداد، فتصل إلى العلم بإذن الله تعالى،
ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، حتى صرت سمع الذي يسمع به، حتى أحبه فإن أحببت كنت سمع الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويدي التي يبطش بها، ورجلي التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هكذا نسأل الله فيستجيب، هكذا نعرف مراد الله، نراقب الله، الله حامينا، الله حفظنا، نرى معية الله، نرى تصديق، نرى إذا دعونا الله، إذا غاب عنا حديث رسول الله ويقول كذا وكذا فإن دعونا الله فيه سيستجيب، مش كله ندعو الله ولا يستجيب بشيء. هذا هو سنفهم كل شيء، لماذا هذه الأمور التي تحدث من حولنا، ستفهم كل شيء مع سورة البقرة، وهي وكأنه هو المترجم، وكأن الدنيا كلها لغات متعددة وانت مش فاهمها، وسورة البقرة تترجم لك، تقول لك هذا حدث لأنه كذا وكذا، وهذا حدث لأنه كذا وكذا، وهذا فقير لأنه كذا وكذا، وهذا لأنه يسب الليل والنهار، وسورة البقرة ستترجم لك هذه اللغات التي انت مش ما كنت تفهمها بالماضي، وتنير لك الطريق وبصيرة، تنظر إلى الأمور في بصيرة بإذن الله تعالى. والفضل كله لله، كله لله، ما فينا فضل الله والله، ومن قال عن نفسه شيء راحت عليه، مسكين، سيسحب الله البساط من تحت أقدامه. لا ترفع رأسك هكذا، قيد أنملة عن التراب، كل ما فوق التراب تراب ونحن تراب، هذه ولربما التراب أفضل منا. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.